السلام عليكم صحباتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. المهم اليوم جيت من الحمام، يلاه جيت يلاه دخلت دابا من الحمام، وبغيت نشارك معكم واحد التبريمه خطيره خطيره البنات، عجبتني بزاف وبغيت نشاركها معكم. كما كتعرفوا انا كندير دائما التبريمات ديال الحمام، راه فايته حاطه منيت في القناه التبريمه ديال الجسم، ديال الصابون البلدي، الحنه، العشوب، الحامض. وهاد التبريمه اللي درت اليوم زدت فيها واحد المكونات وعجباتني بزاف، كتخرجي بحال الشمعه والجسم ديالك كيخرج رطب وكيبري، ما نقولش لكم. يعني عجباتني بزاف. بالنسبه للبنات البيضات كتزيد تبيضكم وتعطيكم واحد الرشاقه وواحد اللمعان. والبنات السمرات كتخرجوا من الحمام الا درتوا هاد التبريمه، بالنسبه للبنات السمرات كتخرجوا كتبريو والجسم ديالكم كيخرج رطب رطب. المهم كتصلح البنات السمرات والبنات البيضات، زوينه هاد التبريمه هذه، فنه، كترطب الجسم وكتخليه كيبري. انتما مع يديا بقيت كنخلط فيها باليديا وكندير درتها حتى لوجهي حتى هو، ها انتما شفتوا كتخرجوا مزيان نقات وبيضات كتشعلوا. المهم البنات انا غادي نرتاح شويه دابا وغادي نشارك معكم هاد التبريمه هذه. راه انا كنت غادي نصور سبحان الله العظيم، حيت اول مره غادي نجرب هاد المكونات اللي في هاد التبريمه هذه. المهم درت التبريمه اللي كندير غير زدت فيها واحد المكونات، اول مره كنديرها وعجباتني وقلت ضروري خصني نشاركها مع البنات، وخصوصا البنات، خصوصا البنات العريسات اللي مقبلين ان شاء الله غادي يتزوجوا ويديروا العرس وكيبغوا يهتموا براسهم ويهتموا بالجمال ديالهم ويهتموا بالبشره ويكونوا كيشعلوا. حيت كما كتعرفوا العريسات كيبغيو يكونوا في احسن حله ويكونوا كيلمعوا وكيشعلوا. المهم غادي كترش عليكم. المهم انا فيا الطبع هذا كنبقى نقول المهم. غادي نرتاح شويه وانا يلاه غادي نفطر، مشيت الصباح بكري الحمام، يلاه دابا غادي نفطر وغادي نقول لكم اشنو في هاد التبريمه. كما قلت لكم كنت غادي نشاركها معكم البارح، كنت غادي نصورها معكم اللي كنت كنخلطها باش نديها اليوم، حيت انا خلطتها البارح واليوم في الصباح ديتها معايا للحمام، وقلت صافي بلاش، راه فايت انا حاطه التبريمات في القناه، واقيلا حاطه شي وحده يمكن ولا جوج، قلت صافي حتى المره اخرى. ولكن ملي عجبتني قلت ضروري خصني نشاركها مع البنات. المهم انا غادي نرتاح وغادي نقول لكم غير بفمي، نقول لكم الطريقه كيفاش درت ليها. الصراحه البنات واعره واعره واعره، عجبتني، كتخرجوا كتشعلوا بحال البيضه المنقيه ولا بحال الشمعه كما كنقولوا. انا غادي دابا نرتاح شويه، غادي نفطر وغادي نجي نكمل معكم ونقول لكم اشنو درت في هاد التبريمه هذه اللي زوينه خطيره بزاف بزاف بزاف. يلا البنات، ماما يلا البنات، خليتكم على خير هاد الساعه ونتلاقى معكم هنا شويه، غادي نقول لكم اشنو درت في هاد التبريمه هذه. يلا انا رجعت لكم البنات من بعد ما مشيت فطرت بنياتي، لحقاش حتى هما ديت معايا الحمام، ضربت عليهم بواحد الفركه فعلى تاركه. دابا غادي نقول لكم التبريمه اللي درت البنات، التبريمه اللي درت. مالف انا كندير تبريمات بزاف، ولكن هذه عطات عليا واحد السيده الله يكثر خيرها وعجباتني، عجبتني زوينه زوينه زوينه، كتخرج الجسم ديالك بحال البيضه اولا بحال الشمعه، كتخرجي الجسم ديالك رطب 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 وبيضه كتشعلي، والجسم ديالك كيلمع، انتما كما كتشوفوا كتخرج الوجه كيلمع، اليدين كيلمعوا، كلك كتخرجي بحال الشمعه. المهم اشنو كندير فيها، اشنو درت فيها انايا؟ درت داكشي اللي قالت لي السيده الله يجازيها بخير، حيت انا كنشوف كنسول كنبحث وكنقلب وكنجرب على راسي باش كنعطيكم. المهم انا اصلا قبل كاع ما ندير القناه معروفه بالوصفات، معروفه بالاعتناء براسي، كنعتني براسي، كندير الوصفات. المهم قبل ما ندير القناه لا والو، عزيز عليا هذا الشيء وعزيز عليا نتهلا في راسي وكلشي. كما قلت لكم هاد التبريمه هادي شنو درت فيها، اشنو درت فيها، وعاد غادي نعطيكم الطريقه كيفاش درت ليها. درت المهم كناخذوا الحنه تكون ورق، الحنه البنات تكون ورق ماشي مطحونه ولا كتشريوها من عند العطار مطحونه، كتاخذوها ورق. خديتها هي والخزامه وهذا والريحان والورد البلدي، خديتهم ما مطحونينش، خديتهم باقيين ورق، شمشتهم على يدي وطحنتهم ودرتهم في واحد القريعه، فين ما غادي نبغيهم غادي نلقاهم موجودين ياك. خديت منهم واحد جوج معالق، ملي طحنتهم خديت منهم جوج معالق كبار، درتهم في واحد الزلافه ولا اي حاجه غتخلطوا فيها، وشديت شويه ديال البابونج، واحد الحفينه ديال البابونج، واحد الحفينه ديال باللعمان،
بالعمان البنات الزوين، حيت هو ملاش كيتكون العكر الفاسي. عرفتوا البنات ما نقولش لكم كيفاش كترجع عرفتي الجسم ديالكم غيرجع. ها البنات البيضات غتوليو غتزادوا في البيوض وغتوليو كتلمعوا وغيولي الجسم ديالكم كيبري. وبالنسبه للبنات السمرات حتى نتوما غترطب لكم الجسم ديالكم وغتوليو كتلمعوا. واخا تكوني سمره بزاف هاد التبريمه هادي كترجعك كتلمعي والبشره ديالك كتولي رطبه رطبه رطبه. المهم كتشدوا هادشي اللي قلت لكم، هادشي اللي قلت لكم ديال الخزامه والورد والريحان والحنه كطحنوه وكتاخذوا منه واحد جوج معالق كبار. بلاص انا نسكت بنتي مخدمه ليا الموسيقى وغنرجع لكم. قلت لكم البنات خديت هذاك واحد الحفينه ديال البابونج وحفينه ديال باللعمان. الا ما لقيتوش باللعمان راه كيتباع عند العطار تيكون كارم. كما قلت لكم راه هو اللي كيتصايب منه العكر الفاسي الحر وكيتصايب من باللعمان. المهم كتقلبوا عليه عند العطار، العطار الاول الثاني حتى تلقاوه. الا لقيتوه خذوا منه بزاف لحقاش زوين. وانا جربته ما كنتش كاع مسوقه ليه، ما عمري ما شريته. وهاد المره هادي قالت لي راه زوين الله يجازيها بخير. هو البابونج شديت منه حفنه كما قلت لكم، حفنه ديال البابونج، ودرت عليه واحد الكاس ديال الماء طايب يكون طيب مزيان حتى كيخرج السبوله ديالو. ملي كيخرج السبوله كيطيب مزيان كتخويو على داك البابونج وبالعمان وكتخليوه حتى كيطلق، كديروه شي كاسرونه كتخويو عليه الماء طايب وكتخليهم حتى كيطلقوا مزيان مزيان وكيبرد. داك الماء اللي خويتو عليهم كيطلقوا وكيبردوا وكتصفيوهم. ملي كتصفيهم كتاخذوا داك الماء اللي كتلقوا راه كيولي بحال اللون ديال الباربه، كيولي قرونه مغلوق. هو باش كتخلطوا داك الحنه وداك العشوب اللي طحنتو كتخلطوهم حتى كتاخذوا القياس اللي غادي. المهم ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه، راكم عارفين التبريمه كيفاش كتكون. وكتزيدوا عليها واحد نص حامضه، كتعصروا عليها واحد نص حامضه الا بغيتوا، الا ما بغيتوش نتوما حرين. المهم هذيك نص حامضه حتى هي انا عصرتها على التبريمه هذه وسع عليها شويه ديال الصابون البلدي. الا كان البنات هذاك الصابون البلدي ديال ارغان شي نهار ان شاء الله، انا كنت كنديرو وما لقيتوش عند العطار اللي هنايا، خاصني نهبط ليه لدرب السلطان. الا لقيتو الصابون البلدي ديال ارغان عرفتوا البنات كيفاش حتى هو كيرجع الجسم، كيفاش كيرجعو ما نقولش لكم، كيخرج الوسخ وكيرطب البشره وكتولي كتلمعي. المهم انا لقيته في درب السلطان كنجيب منه نص كيلو، بعض المرات كنجيب كيلو لحقاش كيدي لي عرفتو كيلو راه كيدي لي حتى العام ولا عامين. هو حيت كما كتعرفوا ارغان راه زوين لا بالزيت ديالو ولا في اي حاجه، وفيه الريحه ديال ارغان. الصابون البلدي ديال ارغان راه معروف كيتباع عند العطار الكبار في درب السلطان. انا هنا ما تلقاش بزاف، كنت كنوصل عليه غير واحد العطار ساعه ما بقاش كيجيبه. المهم الا لقيتوه من الاحسن خذوه وليو تديوه معكم الحمام، راه زوين 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 وغترحموا لي الوالدين عليه. صافي البنات كنخلط هاد التبريمه هادي كما قلت لكم، شويه الصابون البلدي وهذا الشيء كله واخا بنتي كتخلطوها صافي. فين خلينا هاد البنات؟ المهم قلنا غادي تخلطي هذيك تخلطي هذا الخليط كامل مع العشوب الحنه اللي قلت لكم، هذاك الماء اللي درنا فيه البابونج وهذا وباللعمان كتمشي ليا سميتو. البابونج وباللعمان كما قلت لكم درناه في الماء وخدينا داك الماء ديالهم. صافي كنخلطوا داك هاد التبريمه وكنزيدوا عليها شويه الحامض شويه الصابون البلدي وكنخلطوها، يعني كنخلطوها انا كنجمع كلشي. كنخلطها في الليل، كنخلطها في الليل والصباح كنديرها في شي طويسه ديال البلاستيك وكنخليها حتى الصباح وكنديها معايا الحمام. بالنسبه الى كنتو غتمشيو للحمام في العشيه تقدروا ديروها في الصباح تخلطوها وتخليوها نهار كامل وهي كتطلق دوك المكونات كيطلقوا في بعضياتهم، وفي العشيه كتديو معكم الحمام. صافي يعني ساهله وما نقولش لكم البنات كيفاش الحمام. كندخل للبيت الوسطاني، انا ما كندخلش كاع للسخون غير البيت الوسطاني حتى كنسخون على خاطري. كنغسل شعري وكنسخن شويه صافي، وكنطلي هذيك التبريمه كامله كنطليها للجسم ديالي كله والعنق ديالي لوجهي كنديرها حتى لوجهي
كندير حتى الوجه البنات ما تخافوش منها، راه زوينه كتنقي الوجه وكتنقي العنق وكترجعكم هكا. بالنسبه للبنات اللي عندهم داك التصبغات في العنق راه زوينه زوينه لحقاش فيها كاع المكونات كلهم زوينين. المهم انا درتها لعنقي، درتها انا اي تبريمه كنديرها لوجهي كنديرها لعنقي كنديرها للجسم ديالي كله، وكنخليها واحد حتى كنسخن كما قلت لكم حتى كنسخن، وعاده كنديرها كنطليها كلها وكنخليها تقريبا واحد شويه. المهم كنحس بها شدات ليا في الجسم ديالي صافي، وكنغسلها وكنعاود عاوتاني ندير الصابون البلدي ونتشلل وكنبدا نحك. عرفتوا البنات ملي كدوا تحكوا بداك الكيس راه داك الوسخ اللي كيخرج بسهوله ما كتلقاوش معاه مشكل، كيخرج بسهوله بحال كديروا كوماج الجسم ديالكم كيخرج رطب رطب رطب. ما عرفتوا ما نقولش لكم ملي تخرجوا من الحمام غتحسوا بديك النعومه ديال الجسم وبديك الرطوبيه. المهم ما نقولش لكم حتى غادي تجربوا، يعني غتجيكم واحد الاختلاف على فاش كنتو يعني ما كديروهاش، وملي وليتو كديروها غيجيكم واحد الاختلاف كبير. غادي تحسوا بواحد الرطوبيه في الجسم ديالكم، بواحد اللمعان، بواحد البيوضيه، وكتنقي الجسم وزوينه بزاف بزاف. المهم البنات هذه هي التبريمه اللي شاركت معكم اليوم، فعلا نيت عجبتني وزوينه زوينه بزاف، وبغيت نشاركها مع خواتاتي باش حتى نتوما ديروها. بالنسبه للبنات العريسات اللي ان شاء الله غادي يتزوجوا الله يكمل عليهم بالخير، ديروا هاد التبريمه هذه. لحقاش السيده اللي قالتها لي الله يكثر خيرها قالت لي كنت كنديرها لبنتي، بنتها كانت عروسه كانت عروسه ودارتها مده ديال شهرين، قالت لي كنت كنديرها لا سيمانه ايه وسيمانه لا. السيمانه اللي كديرها كتخرج كتشعل، والسيمانه اللي ما كديرهاش كتخرج كثر وكثر. قالت لي كنت كنديرها لا، قالت لي المده ديال شهرين عرفتي، قالت لي ولات بحال الشمعه، واصلا نيت بنتها بيضة تبارك الله وصلى على النبي. صافي هذيك. المهم هذه هي الوصفه، هذه هي التبريمه البنات اللي درت اليوم في الحمام، بغيت نشاركها معكم لحقاش فعلا واعره وزوينه. وبالنسبه لهذاك بالعمان راه كيتباع غير شويه، كيتباع كيزيدوا فيه شويه في الثمن، كيتباع شويه غالي، وتقدروا ما تلقاوش عند العطاره كاملين، تقدروا تبقاو تقلبوا عليه حتى تلقاوه. كما كتعرفوا حنايا العيالات حتى شي حاجه ما كتغلى على التجميل ديالنا، اي حاجه فيها يعني كتنفعنا وكتعجبنا كنقلبوا عليها، واخا ما عرفتش فين تكون نجبدوها. المهم البنات هذه هي التبريمه ديال اليوم، عطيتها لكم بغيت نشاركها معكم لحقاش فعلا عجبتني وزوينه وكتحمق. وبالنسبه للبنات السمرات حتى نتوما هي غتعجبكم، كترجع الجسم كيلمع وكترطب الجسم، زوينه البنات هذه الوصفه هذه، غير جربوها التبريمه وغتبقاو تشكروني عليها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم هذه التبريمه هذه، وغادي نقول لكم السلام عليكم. ما تنساونيش من البصيمات، وما تنساونيش من الكومونتيرات ديالكم الزوينين، ومن بارطاج مع عائلاتكم وصحاباتكم، وخليتكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.